السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي لمستي الذوقية مع توريا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الوصفة ديالنا غتكون عبارة عن طاجين ديال الدجاج بالبطاطا القصبية او القلقاس. نتمنى انه يعجبكم. ندوزو للطريقة والمقادير في نفس الوقت. انا اول حاجة انا درت الطاجين فوق النار، كما كتشوفوا انا عندي هذه الحديدة اللي كنديروا تحت الطاجين. الا كانت عندكم من الاحسن استعملوها، النار ما تكونش قوية وفي نفس الوقت استعملوا هذه الحديدة هذه باش ما كيتحرقش لينا الطاجين دغيا وتيطيب على خاطره. اللي ما توفرتش عنده هذه الحديده فممكن يستعمل المقله الثقيله اللي كنطيبوا بها المسمن، كنحطوها بلا ما كنديروا فيها حتى شي حاجه وكنحطوا فوق منها الطاجين، منها ديك المقله ديالنا تتقشر وكيطير منها داك الكحوله اللي كتكون فيها اللي كتكون فيها مع المده، ومنها الطاجين ديالنا ما كيتحرقش. نبداو ان شاء الله على بركه الله. انا عندي هنايا بصله كبيره مقطعه مكعبات صغيره، غندير معاها قطع ديال الدجاج، ندير معاها شويه ديال الملح، شويه ديال الزيت، زيت المائده او زيت الزيتون، ولا ممكن تخلطوهم، ندير الكميه اللي تكفيني. انا غنخلي الطاجين ديالي على ما يبدا يعني على ما يسخن شويه وتبدا تشحر ليا ديك البصله، نشحرها شويه ونرجع ان شاء الله باش نكملوا باقي المقادير والوصفه. بالنسبه للبطاطا القصبيه او القلقاس فهي هذه، هذا هو الشكل ديالها. انا خديتها غسلتها ونقيتها ودرتها في الماء مع شويه ديال الحامض وغنخليها حتى يتشحر ليا الطاجين، وباقي المقادير عاد ديك الساعه نوريكم كيفاش نديرو باش نضيفوها في الطاجين. بعد ما تشحرات شويه البصله مع هاد الطرف ديال الدجاج ديالي، فانا غادي نزيد ليهم الثوم. عندي هنايا جوج فصوص ديال الثوم اللي حكيتهم رقاق، وعندي واحد شويه ديال الزنجبيل طري حتى هو محكوك، وعندي هنايا واحد القطعه صغيره ديال الحامض مصير، عندي القشره واللوب ديالها قطعتهم طريفات صغار كما تشوفوا راه صغار بزاف، وغنديروا حتى هو هاد البطاطا هادي فاش تبغي شي شويه الحموضه. وغنضيف التوابل، غنزيد واحد نص معلقه ديال سكينجبير او الزنجبيل الطحون. اللي ما توفرش على الزنجبيل طري ماشي ضروري يستعمله، ولكن الا كان من الافضل تيعطي واحد البنه زوينه للطاجين. غنضيف شويه ديال تقريبا شي نص معلقه ديال الكركم او الخرقوم البلدي، غندير شويه ديال الابزار، وغندير شويه ديال القزبر يابس مطحون اللي ما عندهاش ممكن تستغنى عليه، وغنضيف شويه ديال معدنوس مقطع، وغنعاود نشحر هذا الدجاج ديالي مع باقي التوابل، نعاود نشحر واحد خمسة ديال الدقائق، وديك الساعه ان شاء الله نمرقو. من الاحسن يكون الماء عندنا مغلي باش غادي نمرقوا الطاجين ديالنا، وندوزو باش نديرو التوابل البطاطا ديالنا حتى هي قبل ما نديروها في الطاجين. بعد ما زاد تقلى شويه الطاجين ديالي، فانا غادي نضيف عندي هنايا حبه ديال الطماطم اللي حكيتها رقيقه، حيتها زريعه وحكيتها، انا غنضيف نصف الكميه ديالها هنايا مع الطاجين تقريبا نصف او اكثر شويه، وغنخلي واحد الكميه قليله غنديرها مع البطاطا. صافي انا دابا غادي نمرق الطاجين ديالي. عندي هنايا الماء مغلي، ندير القياس اللي طيب ليا البطاطا
هي راه دغيا كتوجد. صافي انا غنغطي على الطاجين ديالي وغندوز باش ندير التوابل البطاطا عاد نديرها في الطاجين قبل ما يغلي هذا الماء اللي هنا. بالنسبه لهذه البطاطا القصبيه فانا نقيتها كما شفتوا قبيله وخليتها في الماء مع واحد تقريبا معلقه كبيره ديال عصير ديال الحامض، وقسمتها هكايا كل حبه في النص ديالها. دابا انا زولت ليها الماء وغادي ندير ليها شويه ديال المعدنوس وواحد شويه ديال ديك الطماطم محكوكه اللي خليت، وغندير ليها شويه ديال التوابل. غندير شويه ديال الخرقوم او الكركم، شويه ديال السكنجبير، غير شويه ما نكثروش لان المرق فيه التوابل، وهاد يعني هذا الشيء اللي غنديروا غينزل فوق داك المرق. شويه ديال الابزار، حنا كنتبلوها دابا غير باش ما طيبش، هي مسوسه ما فيهاش التوابل. وغندير واحد شويه ديال الملح، انا قبيله ما كثرتش الملح في المرق. صافي انا غنخلط هاد البطاطا هادي حتى تلبس بهاد التوابل هادي اللي درت ليها، وندوزو باش نديروها فوق من الطاجين. كما تتشوفوا بعد ما غلى الطاجين ديالي فانا غادي نستف فوق منه هاد البطاطا اللي كما تتشوفوا راني كنت شملتها. صافي غنستفوها بطريقه عاديه، غنحاول انا نديروها هكا دايره مع الجناب. فانا غنستمر بحال هكا حتى نكمل البطاطا اللي عندي، نخليها هكا طيب ومره مره نطلع عليها ونحاول انني ناخذ من المرق اللي داير في الطاجين، ناخذ من المرق اللي كاين ونصب من فوق من البطاطا باش تبقى يعني تاخذ البنه ديال المرق، خاصه هاد البطاطا اللي من هنا من الفوق. نخليها واحد المده حتى تطيب ونرجعوا نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا فالطاجين ديالي كيغلي، راه قرب يطيب. انا ضفت ليه هنايا شرائح ديال الحامض مصير، انا تيعجبني شويه الحامض مصير مع الطاجين خاصه مع بحال هاد الاطباق هادي. كما قلت لكم فمره مره غتحاولوا تاخذوا هكذايا المرق من الجانب ديال الطاجين وتحاولوا انكم تردوا تصبوه هكذايا من الفوق على البطاطا ديالنا، باش هاد البطاطا اللي من الفوق اللي ما وصلهاش المرقه حتى هي تنكه بالمرق اللي في الطاجين. انا غادي نخلي الطاجين ديالي نرجع نغطيه ونخليه يكمل طيابه ونرجع ان شاء الله نتلاقاو من بعد. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي بعد ما وجد، خليته برد شويه وانا ان شاء الله غادي نقدمه مع خبيز ديال الدار. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا لها لايك، تشتركوها مع العائله والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا لجديد الوصفات. نتمنى انكم تجربوا هذا الطاجين هذا. بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش البطاطا القصبيه فغير يزعموا عليها، اكيد غادي تعجبكم. حاولوا تستهلكوها في هذا الوقت هذا، خاصه انها وقتها هادي نستهلكوها هي وجميع الخضر اللي كتكون في هذا الوقت هادي. بطاطا حلوه مثلا، سفرجل، الفواكه، كاين البرتقال، كاين الرمان، يعني بزاف ديال الامور اللي ممكن تستعملوها في هذا الوقت هادي نستافدوا من المنافع ديالها. نتمنى تبقاو بخير وعلى خير ان شاء الله، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.